دكتور، اول حاجه ممكن تقولي لنا ازاي نعرف ان ده شخص متلون؟ يعني مين هو الشخص المتلون؟ عايزينك تشرحي لنا اكتر عنه. شوف يا ستي، الشخص المتلون ده بيكون قدامك بشكل يعني ممكن يكون على طبيعته اكتر، او يكون الشكل اللي هو اما القبيح قوي وبيظهر بدري، او الشخص الكويس الناعم جدا الحلو جدا قدامك وفي بره ان بيكون الشخص الحقيقي. ايوه، ده بيكون المنافق. التعريف الدارج ليه هو المنافق، ان يبان بشكل وهو في الحقيقة انسان تاني خالص، بشكل تاني، بصفات تانية، بكلام تاني، اللي بيقوله قدامي غير اللي بيقوله من وراكي. ده الشخص المتلون. اعرفه ازاي؟ دي قصة كبيرة بقى، بتختلف من واحد للتاني. بس هو بيبان اكتر اما تلاقي حد يعني باين عليه الحب زيادة عن اللزوم، وهو المفروض ان المواقف اللي بينكم ما تتحش ليه الشكل ده من الحب او الاهتمام او الكلام الحلو قوي، الكلام المعسول قوي، يكون مبالغ فيه، كلام أوي. مبالغ فيه. خير الامور اوسطها، ان الاقي المبالغ فيه ده، انت عايز مني ايه او انت عايزه مني ايه، ايا كان العلاقه اللي ما بينكم. ممكن يكون من وراكي بيقول كلام وحش جدا جدا، ومن قدامك مصدر كلام معسول جدا، وممكن يكون من قدامك انسان هو الحقيقه بتاعته، وانه صعب وانه اجريسيف معاكي جدا، وانه شخص شديد جدا، ومع الناس انسان لطيف وحلو جدا جدا جدا. يعني مش شرط يكون معاكي كويس اقول ده شخص متلون. بيظهر لما في مواقف كده بتخليكي ايه، دايما كنا نعرف زمان يقولوا لنا يعني ايه، خلي اللي قدامك اعملي له مشكله ولو بسيطه واعرفي رد فعله، هيبان لك الحقيقه. هل هو بيبان على الطبيعه وقت الخناقات والمشاكل، بيبان طبيعه اللي قدامك. يعني ده اللي احنا المفروض نعمله عشان نعرف ان هو شخص متلون، ان احنا نحاول نخترق مشكله صغيره او حاجه عشان نعرف هو هيتصرف ازاي. مظبوط. بتشوفي رد الفعل وبتشوفي الشخص الحقيقي. ممكن يكون ذكي جدا وما بيبانش، ما يبينش يعني في تصرفات زي ايه بالظبط؟ يعني بصي، اوقات ناس بتبين لك انها هاديه جدا ولطيفه، وبيكون في ادق الحاجات والحاجات البسيطه جدا جدا تلاقيه انفعاله شديد قوي. أيوه. وكلامه صعب وينساكي وينسى انه يعرفك. وفي ناس بتقدر انها تعدي الموقف ما فيش مشكله، بس بتبان في مواقف تانية. حد يقول لك مثلا انت مصاحباها ازاي؟ ايوه، اي كلمه تتقال خديها بعين الاعتبار. وما تتصرفيش قوي على هدايتها يعني، بس ايه، اخد حذري. يعني في مثل بيقول حذر من صاحبك ولا تخونه. ال 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 الحاجات الكويسه في العلاقات ان انا اكون بعيد، ما اقربش قوي مهما اللي قدامي حاول باستماته انه يقرب لي. انا ليا ليمت، ما بقربش عنه، خلاص دي حدودي معاك.